الله تعالى وبركاته. هذه زيارة إن شاء الله علمية بإذن الله سبحانه وتعالى وفقهية، الهدف منها زيارة الطالبات من كلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس قسم الشريعة لأمهاتهم وأخواتهم النازلات في هذا المستشفى، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية. الأهداف من هذه الزيارة: أولا الزائر يستفيد الموعظة لنفسه لكي يشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك هي رسالة لبقية الناس في المجتمع لزيارة أمهاتهم وأخواتهم، وكذلك الهدف الثاني لمن لهم الزيارة والذين نسأل الله لهم إن شاء الله تمام العافية والتعجيل إن شاء الله بالشفاء التام، ليستفيدوا من بناتهم هؤلاء بناتهم. تعرفي إن هذا الشيء مضر لصحتك، واحد أول حاجة الصحة قال لك عليها ربي، باهي في صلاتك.